السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث. هددت ميليشيا الحوثي بقطع خطوط الملاحه الدوليه في البحر الاحمر في حال استمر التحالف العربي بالتصعيد العسكري ضدها. وابدت الميليشيا استعدادها للعوده الى المفاوضات شريطه رفع الحصار وفتح مطار صنعاء الدولي وايقاف الضربات الجويه. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نناقش تهديدات ميليشيا الحوثي بقطع خطوط الملاحة الدولية في محورين: الأول، مدى قدرة ميليشيا الحوثي على قطع خط الملاحة الدولية، والثاني، ردود الفعل المتوقعة من الشرعية والتحالف والمجتمع الدولي. قال القيادي في ميليشيا الحوثي صالح الصماد خلال لقائه نائب المبعوث الأممي معين شريم في صنعاء، قال إن لدى جماعته خيارات استراتيجية منها قطع طرق الملاحة الدولية في حال استمرار التصعيد العسكري ضدها، مؤكدا رفضهم للخطط المطروحة بشأن تسليم محافظة الحديدة. نتابع هذا التقرير مشاهدينا سويا، ومن ثم نبدأ النقاش. تحديات كبيرة في مواجهة المهمة الأممية الأخيرة بصنعاء، مفاوضات وصفت بالشاقة مع الإنقلابيين في محاولة لإقناعهم بالعودة إلى طاولة المفاوضات وفقاً لما هو معلن. أتى شريم لتحقيق اختراق في الجمود الراهن في المشاورات السياسية، لكنه تلقى في طريق مهمته صعوبات وتعقيدات جديدة، أبرزها التهديدات التي أطلقها رئيس ما يسمى المجلس السياسي الانقلابي في صنعاء صالح الصماد، الذي هدد بالدخول في خيارات استراتيجية بينها خيارات قطع البحر الأحمر والملاحة الدولية. الصماد أبلغ نائب المبعوث الأممي بأنه سيتم استخدام تلك الخيارات في طريق اللاعودة وأثناء وصول الحل السياسي إلى طريق مسدود، تهديد يكشف عن المأزق السياسي والعسكري الذي يعيشه الحوثيون في هذه الأثناء على وقع التقدم الكبير لقوات الجيش الوطني باتجاه معاقلهم الحيوية ومنها الحديدة، أمر يفسره إعلان الصماد جاهزية جماعته لما وصفها بالتفاهمات، وبأن الأمم المتحدة ستجد من جماعته ما لم تجده في الماضي. جزء من مهمة نائب المبعوث الأممي القادم من تجربة سيئة في ليبيا كان خلالها يشغل المنصب نفسه، تنصب على أوضاع القيادات المؤتمرية والعسكرية المحسوبة على الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح والموجودة حاليا في سجون الحوثيين، مهمة تلقي بظلال من الشك حول عدالة الأبعاد الإنسانية لمهمة الأمم المتحدة في اليمن، والتي تتجاهل حتى اللحظة آلاف المعتقلين والمخفيين قسريا في سجون الميليشيا الانقلابية المعلوم منها والمجهول منذ أكثر من 3 سنوات. أيام مضت على وجود نائب المبعوث الأممي في صنعاء لم تسفر حتى اللحظة عن نتائج معلنة، في وقت يوجه المراقبون انتقادات لاذعة إلى ما يصفونه محاولة لشرعنة التكييف السياسي القسري من جانب الحوثيين لتركة المخلوع صالح السياسية وإعادة ترميم الجبهة الانقلابية رغم التطورات السيئة التي شهدتها العاصمة صنعاء أوائل ديسمبر من العام المنصرم. إذن مشاهدينا نبدأ النقاش، وينضم إلينا من القاهرة الخبير العسكري علي الذهب. سيد علي مساء الخير. مساء النور. أهلا بك سيد علي. يعني هددت ميليشيا الحوثي بقطع طرق الملاحة الدولية، بداية ما قراءتكم لهذه التهديدات؟ بسم الله الرحمن الرحيم للساده المشاهدين. سبق للحوثيين ان استخدموا الكثير من في عملياتهم سفن حربيه للتحالف او للولايات المتحده الامريكيه، فاحدثوا اضرار كثيره في هذه السفن كما في سفينه السويت والبطاقه السعوديه المدينه، واستخدموا فيها اسلحه مقدسه، لكن يبدو ان الامر لا يحمل قدرا من السياسيه والاعلاميه لفرض يعني قطع الطريق امام اليه نائب الذي يسعى الى وضع اليه لعمليه السلام او ما الى ذلك. نعم. إذا سيد علي، يعني من الناحية العسكرية إلى أي مدى تبدو لدى جماعة الحوثي القدرة على تهديد الملاحة الدولية؟ الحقيقة لديهم هم يتخذون استراتيجية في المنطقة الساحلية
ويعتمدون على تشكيل الأمم البحث بشكل كبير، وقد يعني تعرض تحالف كثير من تعرضت السفن أو الزوارق التي تجوب المنطقة في الأمني أو الاستخباري، تعرضت الكثير من يعني السودان بهذه وربما أحدثت فيها أضرار كثيرة، ولذلك أنهم استطاعوا فعلا ضاعت قدراتهم الصاروخية من خلال تسرب بعض الأسلحة الموجودة في السفن ووصلها إلى من خلال فترة العمل الماضي الذي شد يعني جنودا في العمليات العسكرية خاصة فيما كان قبل تعد له تحالف للاستيلاء من الصين. لذلك أنا أعتقد أن قدر ما يكون الأمر دعائيا وسياسيا لكسر إرادة التحالف أو وضع عراقيل أمام ما جاء إليه هذا المنشور الزمني، إلا أنهم يؤدون فعلا لأنهم استطاعوا السيطرة على غواصة صغيرة كانت تمارس التجسس مطلع هذا الشيء. نعم. وأيضا عمليات في البحر وأيضا استخدموا الألغام البحرية، هناك مسائل كثيرة أنهم فعلا طوروا مثل هذا الجزء يجب أن يخضعن الاعتبار. نعم سيد علي، ربما هناك مشكلة في سماع صوتك بشكل جيد، الزملاء في سيعودون التواصل بك مرة أخرى. سأرحب بضيفي الدكتور محمد الزلفة محلل سياسي سينضم إلينا من الرياض. دكتور مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء الخير. مرحبا بك دكتور. يعني بداية أنتم سمعتم عن تهديدات ميليشيا الحوثي بقطع طرق الملاحة الدولية، اولا ما تعليقكم؟ لا يستغرب من عصابة الحوثي ان يعملوا اي شيء، ولكن المستغرب هو موقف المجتمع الدولي من هذه التهديدات. نعم. خاصة وهذا التهديد جاء على لسان من يسمي نفسه باعلى سلطة في عصابة الحوثيين الصمادي. نعم. والحديث كان موجها إلى نائب المندوب الدولي. المجاري المائية هذه، الباب المندب والبحر الأحمر وهذه هذا الشريان المائي المهم جدا على مستوى العالم، هو يهم العالم كله، كأنه هذا يعلن الحرب على العالم. ولذا هذه مسؤولية الدول الكبرى في أن يدعموا القرارات التي صدرت في مجلس الأمن، خاصة القرار 2216، تجريد الحوثيين من كل أنواع الأسلحة، لأنهم ليسوا إلا أدوات لإيران. إيران هم لسان إيران في تهديد الأمن في المنطقة بشكل عام. طبعا عاد ما أحدثوه في اليمن من 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 ويلات لن يغفر لهم التاريخ ما قاموا به، ولكن ان 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 ان, أن يبداوا بالتهديد بقطع طرق الملاحه الدوليه فهذا لا يتاتى لهم الا من خلال ما تمدهم به ايران من اسلحه صاروخيه او قوارب بحريه تحمل مثل هذه الاسلحه والمتفجرات، وهذا أمر خطير على المستوى العالمي. نعم، لكن ألا نستطيع أو يعني يفهم الأمر أن ما أطلقه الصماد رئيس المجلس السياسي الحوثي يعني هو عبارة عن مجرد تكتيك عسكري أو ربما ضغط من أجل إيقاف العمليات العسكرية على التحالف العربي وعلى المجتمع الدولي؟ هو بكل تأكيد هم لن يلجأوا إلى مثل هذه الأقاويل، وأنا أعتقد أنهم لن يستطيعوا أن يعملوا شيء إلا كلما اشتدت عليهم الضائقة. فهم الآن في مراحل خطيرة جدا ما كانوا يتوقعونها، وخاصة منذ مقتل الرئيس السابق علي عبد الله الصالح وانكشافهم أمام الشعب اليمني، وللأسف كانوا قد خدعوا باستمالة الكثير من الجيش اليمني ومستودعات أسلحته
وأضعف هذا الجسم اليمني المهم الذي أسس ليحمل اليمن من أي عدوان خارجي. ولكن بكل أسف استخدمت أسلحة اليمن وجيشه ضد الشعب اليمني، ما هو ضد أحد، لأنهم لا يستطيعون يهددوا أحد إلا بأعمال إرهابية، مثل صاروخ هنا أو صاروخ هناك. لكن أعتقد أن الصمادي الآن هو يحس بأنه فعلا ضاقت عليه الدوائر، وأن هذا كله فقط تهديدات يعتقد أنه بهذا يضغط على المجتمع الدولي من جهة أخرى، من جهة التفاوض معهم. وأنا أعتقد هذا مستحيل، المجتمع الدولي لم يتفاوض مع داعش، والحوثيين يشكلون أكثر خطورة من داعش. وللأسف أنهم قتلوا هؤلاء الناس، الشعب اليمني دمروا كل بناء، وأيضا خصوصا أنهم يطلبون التفاوض خارج المرجعيات الدولية المتعارف عليها والتي بني عليها، يعني بنيت عليها جميع الحوارات السابقة. إذن وهذه المأساة، يعني هذا المكابرة اللي يقومون بها. أنا حقيقة كنت سعيد بتصريحات وزير الخارجية اليمني ونائب رئيس الوزراء المخلافي حينما حدد شروط محددة ومقننة التفاوض من أجل إعادة اليمن إلى أمنه واستقراره، ومن خلال المرجعيات المتعارف عليها دوليا وإقليميا ودولي ويمنيا. الآن إذا عند هؤلاء الحوثيين ذرة من عقل، إذا بقى عندهم ذرة من عقل، ولو أني أحس أنهم ما هم الميليشيات متطرفة جدا، ما وفرت شيء، حتى النساء والأطفال والشيوخ الكبار في السن وظفوهم للحروب العبثية واستدلوهم وأهانوهم. فأنا ما أعتقد أن هؤلاء حتى سيكون أي جسم صالح لليمن، حتى مع مصالحات اليمنيين وتطلعاتهم للأمل. هؤلاء قتلت للأمل، قتلت للحياة، قتلت لكل شيء. نعم. إذن دكتور محمد تكرم بالبقاء معي، أعود لضيفنا الآخر السيد علي الذهب الخبير العسكري. سيد علي، يعني ربما كانت هناك مشكلة في الصوت منذ قليل، لكن سأعيد السؤال مرة أخرى من الناحية العسكرية، يعني إلى أي مدى تبدو لدى جماعة الحوثي القدرة على تهديد الملاحة الدولية؟ كما قلت لك سابقا بأن الحوثيين استفادوا خلال الأشهر الماضية، الخمسة الماضية أو السبعة الماضية، من تملك صواريخ موجهة وأسلحة موجهة ضد السفن، واستطاعوا أيضا بعملية تم التحديث أو الحصول على الأسلحة من تقنية مهاجمة بعض السفن بزوارق مسيرة من بعد، كما حصل مع الفرقات السعودية المدينة. فعلينا أن لا نستبعد مثل هذا الأمر، لكنهم إذا أرادوا أن يستهدفوا السفن التجارية فهذا أمر سوف يجلب لهم الكثير من النقم ومن ردود الأفعال الدولية، لأن السفن التجارية تحديدا مكفولة في القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مكفول لها أن تمر بالمياه الإقليمية مرور بحكم المرور البريء. نعم. وبشرط أن لا تمس أمن وسلامة الدول، لكن إذا استهدفوا سفن عسكرية للتحالف فهذا طبعا من باب يعني أمور متاحة في ظروف الحرب. نعم. لكن يعني أنت ذكرت منذ قليل سيد علي أنهم امتلكوا القدرة على تهديد الملاحة الدولية خلال الستة أو السبعة الأشهر الماضية، كيف؟ يعني خلال السبعة هناك ظهرت مؤشرات على أنهم استطاعوا الحصول على أسلحة موجهة ضد السفن، قد تكون هذه الأسلحة إيرانية، وقد كشف المتحدث باسم التحالف أنها دخلت عبر ميناء الحديدة على حد وصف المتحدث باسم التحالف. نعم. وهذه الصواريخ تستهدف بها السفن الحربية،
الصماد في بعد قبل أشهر نزل إلى الحديدة واستعرض أمام الكاميرات التلفزة أن هنالك صواريخ جديدة دخلت الخدمة، صواريخ بحرية. نعم. قد تكون مثل هذه الأمور الادعائية، للأمور الدعائية والسياسية والهزم معنويات الجيش الوطني أو التحالف أو محاولة يعني صدهم عن خطوة يعني الاستيلاء على محافظة الحديدة، لكن يجب أن تؤخذ هذه الأمور بعين الاعتبار. نعم. وليس بخاف أيضا ما حدث للسفن الحربية التي خلال العمل الأعوام الماضية يعني 2016 و 2017 تعرض السفينة السوير، تعرض فرقاط المدينة، تعرض ناقلة غاز نيتروجين في باب المندب، تعرض مدمرتين أمريكيتين. لكن يعني هذه الأمور ربما في السابق كان سيد علي كان هناك تهديد فقط باستهداف السفن المارة أو الملاحة الدولية، لكن اليوم اللغة تغيرت نوعا ما، هناك يعني تلويح بالقطع الكامل للملاحة الدولية. هل نفهم هذا الأمر من باب مناورة سياسية ويعني تكتيك عسكري، أم أنه يعني بالفعل عازمون على هذا الشيء؟ هو يحمل الوجهين معا. قد يكون يعني كما قلت لك أنه سابقا بأنه يعني بقدر ما يحمل تهديد حقيقي فإنه أيضا يأخذ جانبا من الهالة السياسية والدعائية، لأنه في نهاية المطاف سيكون قرارا انتحاريا يعني علي وعلى أعدائي، لأن النتائج ستكون أو ردود الأفعال ستكون عنيفة جدا، تدخل أطراف أخرى بطريقة مباشرة، قد تكون الولايات المتحدة، لأن أمن الملاحة البحرية مكفول باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على الدول كافة. نعم. وحتى أيضا مرور السفن التجارية التي تمر مع حرصها على الأمن وسلامة المياه الإقليمية تمر أيضا في المياه الإقليمية لليمن أو لأي دولة أخرى. نعم. لكن تظل السفن الحربية محط استهداف، وهذه أمور مشروعة في الحرب. نعم. لكن يعني بتقديرك التحالف العربي والشرعية وأمريكا والمجتمع الدولي بشكل عام، هل هم مدركون لهذا التهديد؟ وما هي التوقعات العسكرية المحتملة؟ ردود الأفعال ستكون قوية، وهناك أساطيل أمريكية أو سفن حربية أمريكية، سفن لدول الحلف الأطلسي، سفن روسية، سفن فرنسية، سفن تركية حربية تجوب البحر الأحمر، سفن عربية، وأعتقد أن استهداف أي من هذه السفن سوف تكون للدول الأخرى ردود أفعال قوية. الخطر سيكون من قبل الحوثيين خطرا مؤقتا، لأن ردة الفعل ستكون ساحقة ماحقة وستطفئ مصادر نيرانهم، وربما إذا استغرق إذا كانوا جادين فعلا في هذه الأعمال فإنهم سيستخدمون الصواريخ الموجهة أو الألغام البحرية التي تعطل حركة السفن. قد يلجؤون إلى استخدام استراتيجية ضرب ناقلة النفط على غرار ما كان يستخدم في حرب الخليج الأولى ضد بين العراق وإيران، وهذا احتمال وارد، ولكنهم لا يملكون النفس الطويل لخوض مواجهة من هذا النوع، لأنهم الآن في حالة إنهاك، وبالتالي فإنها ستكون حرب سريعة أو عملية سريعة مؤقتة حتى يعني ينتفض المجتمع الدولي الحريص على سلامة الأمن البحري وعلى سلامة التدفق النفط القادم من الخليج، فيكبح إرادة هؤلاء، وستكون الأمر يعني سيكون الأمر مجرد وقت ليس إلا. نعم. إذن أشكرك جزيلا الخبير العسكري علي الذهب، كنت معنا من القاهرة. أعود لضيفي الآخر الدكتور محمد الزلفة. دكتور، يعني ليست المرة الأولى التي تهدد فيها ميليشيا الحوثي ثم تنفذ صواريخها، وصلت إلى داخل الرياض ونفذت أيضا تهديدات فعلية في البحر الأحمر، هل يمكن للميليشيا أن تهدد الملاحة البحرية حاليا؟ إذا هي حقيقة مدعومة بقوة من إيران، إيران تعتقد أنها حققت انتصارات أو تدعي أنها حققت انتصارات في سوريا وفي العراق وفي كذا، فيما تواجهه إيران الآن أيضا من انتفاضة الشعب الإيراني
ربما توعز الى الحوثيين بان يقومون بعمل مثل هذا ليلفتوا انتباه العالم الى ان ايران قوه وقادره ان تعمل شيء من هذا، خاصه تهديدات الملاحه الدوليه والممرات المائيه. ربما تصريحات الصمادي وعصابه الحوثيين هو بعزم من ايران لتخفيف ما تواجهه ايران وايهام الشعب الايراني ان ايران حكومه الملالي قوه تستطيع ان تفعل كذا وكذا وكذا. ما يستبعد ان يستخدمون بعض الصواريخ بعض الزوارق التي استخدموها منذ فتره سواء المدمره السعوديه او الاماراتيه او بعض الامريكيه السفن الامريكيه، ولكنهم يعني قد لا يستطيعوا. انا رايي انهم لا يستطيعوا الا فقط بعمليه انتقاميه، عمليه تنفيذ اراده ايرانيه لكي تقول ايران انا قوه في المنطقه وما عليكم الا التفاهم معي ومع اعواني. نعم، لكن يا دكتور، يعني الادوات ايران في اليمن منذ 3 سنوات والحرب قائمه عليهم، وايران ما زالت إلى اللحظة قادرة بتهديد أمن الملاحة الدولية وأمن دول الخليج. هذه المشكلة اللي كنت أتمنى من الأخ علي المتحدث قبل قليل بحكم خبرته العسكرية، أنه أنا أعتقد أنه إذا صفيت أي وجود حوثي على الساحل على السواحل، أعتقد أنه سيجد نفسه مقطوعا تماما عن كل شيء. لكن للأسف أنا لا أدري بالضبط أبعاد عدم المضي قدما إلى قطع طريق الساحل خاصة الحديدة على هؤلاء وتشبثهم. صحيح الكلفة بتكون غالية جدا لأنهم يستخدمون سكان الحديدة الآن وهم بالمئات الآلاف ولا ربما مليون شوي، يستخدمونهم دروع بشرية لحماية نفوذهم ووجودهم هناك. نعم. ولا يعني انظر ماذا الآن، مثلا استخدموا المخا، استخدموا الصليب، استخدموا أكثر من منفذ بحري. نعم. لكن الآن لم يبقى معهم ولا يركزون عليه بقوة إلا الحديدة. صحيح. نعم. أنهم كانوا يستخدمون ميناء ميدي قبل نشوب الحروب هذه كلها، حينما خسروا أسلحة ضخمة جدا تأتي إليهم من إيران من هذا الميناء. نعم. وقصر المسافه من الميدي في عن طريق حجه الى صعده. نعم. الان انا اعتقد ان الحوثيين في يحتضرون. نعم، لكن يا دكتور هنا يعني الوقت ضيق نوعا ما، لكن هنا سؤال ولو باختصار، التحالف العربي والمجتمع الدولي، امريكا ودول الاتحاد الاوروبي، اليوم التهديد يعني يصل لتهديد الملاحه الدولية على البحر الأحمر، يعني ما توقعاتكم لرد التحالف العربي والمجتمع الدولي برمته؟ أعتقد سيكون عنيف بكل تأكيد، يعني لن يسمح أحد، لا القوى الإقليمية سواء السعودية دول الخليج لن يسمحون لهؤلاء أن يقطعوا الطريق الملاحة البحرية أو يهددوها، خاصة في البحر الأحمر وباب المندب. هذا امر يعني مفروغ منه. المجتمع الدولي سياتي ايضا بخطه وقبيضه، وكما قال خلي لهم اساطيل موجوده في المنطقه، وستكون صحيح انهم يحاربون مين، هذا المشكله مع هؤلاء انهم لا هم جيش نظامي لا هم كذا، هم يعني بايعي انفسهم بطريقه همجيه في نعم. قتل الآخرين وتهديد الآخرين. أشكرك دكتور. نعم، أن الحماية الدولية ستكون أو الرد الفعل الدولي سيكون قاسيا. نعم. لم يكن على الحوثيين، سيكون على من يمول الحوثيين وهي إيران. نعم، أشكرك دكتور محمد الزلفة. دكتور كنت معنا من الرياض، عضو مجلس شورى سابق، شكرا جزيلا لك. سأرحب بضيفي فيصل الحذيفي، أكاديمي ومحلل سياسي. سيد فيصل مرحبا بك. يعني أخيرا ميليشيا الحوثي تهدد بقطع طرق الملاحة البحرية في البحر الأحمر، برأيك ما الذي يجعل الميليشيا تصل إلى هذا المستوى من معاداة العالم؟
هو تعبير عن الخسران او تعبير عن الإفلاس الحقيقي لهذه القوى، لانها ليس لديها ما تفعله تجاه تنفيذ هذا التهديد. نعم. الحرب 3 سنوات هي لا تمتلك القوة الكافية لتهديد الملاحة البحرية الدولية، فالملاحة البحرية الدولية لا تخص دول الخليج، تخص العالم كامل، والدول الكبرى لديها بوارج بحرية ولديها القدرة على الدفاع عن هذا المنفذ الهام. نعم. لكن نوع من الانتحار، أو نوع من التهديد المفلس، هم وصلوا إلى درجة بأنه لم يعد لديهم القوة الكافية للتهديد، و3 سنوات كافية لأن نعرف بأن تهديداتهم لا تؤخذ بمحمل الجد يعني. نعم. لكن دكتور من جانب سياسي، يا دكتور من جانب سياسي، يعني ما هي دلالات التهديد بقطع طرق الملاحة بالتزامن مع زيارة نائب المبعوث الأممي إلى صنعاء؟ في تقديري النوع من رمي ورقة عابرة في التهديد لعلها تكتسب نوع من التعاطي في الحوار أو العودة إلى الضغط على الأطراف الصراع في اليمن من الحوار، هي تهدف إلى ذلك مع مجيء هذا المبعوث، أو تريد أن توصل رسالة للعالم بأنه هناك مخاطر ونحن مستعدين للسلام، وهذه أكذوبة يعني، هم لا مستعدين للسلام، عندهم استعداد أن ينتحروا حتى آخر رمق، لأن الاستعداد للسلام يقتضي التسليم بقرارات أممية تنزع منهم جميع الأسلحة لكي يصبحوا في مستوى واحد مع بقية القوات في آسيا. نعم. وهذا يعتبر بالنسبة لهم انتحار حقيقي لا يمكن أن يسلموا به إطلاقا. نعم. يا دكتور، يعني هل تعتقد أن هناك أفق سلام مع هذه الميليشيات يعني بعد كل ما حدث منها؟ إذا استجابت للقرارات الأممية يبقى السلام ممكن، فاشتراطة السلام هي أن تنفذ هذه القرارات الأممية التي تدعو جميع الأطراف إلى الحوار، ولكن بشرط إطلاق المعتقلين، تسليم الأسلحة، الانسحاب من المدن، عودة السلطة الشرعية. فإذا ما تم تسوية الملعب بهذه الطريقة فالعودة إلى السلام ممكن، والانتقال من حالة العنف إلى حالة السياسة. ولكن هذه الميليشيات يستحيل كما قلت أن تسلم بالعمل السياسي مع نزع أسلحتها، هي تريد أن تصل إلى ما وصل إليه حزب الله، أن تلعب السياسة وبيدها القوة التي من خلالها تفرض أدواتها السياسية. نعم. لكن دكتور، البعض يطرح أن من أسباب تحدي الميليشيا هي السياسات الخاطئة للتحالف، حيث أنها مشغولة بمعارك على هامش المعركة الأساسية في اليمن. بالتأكيد هناك أخطاء جعلت الحرب تمتد كثيرا، وجعلت من الحوثيين يلعبون مناورات عسكرية ذات دلالة، وهذا تتحمل دول التحالف بسوء تخطيطها العسكري الميداني. 3 سنوات دول التحالف عن 10 دول، وحتى دولة السعودية وحدها كافية ألا تتحالف مع أحد للقضاء على هذه الميليشيات إذا تم ضخ الأموال والمعدات والأسلحة للجيش الوطني، يمكن أن يحرر اليمن بدون حتى تدخل دولي. نعم. كم الجيش الوطني عدده وكم يمتلك سلاح قوي؟ لا يمتلك طائرة واحدة. كم يمتلك انعداد قوي؟ لا شيء. نحن في تعز مثلا 3 سنوات محاصرة المدينة لم تمنح شيئا للدفاع عن نفسها أو تحريرها. نعم. إذن أشكرك جزيلا الدكتور فيصل الحذيفي، أكاديمي ومحلل سياسي يمني، كنت معنا من تعز. وفي الختام مشاهدينا أشكر ضيوفي علي الذهب خبير عسكري كان معنا من القاهرة، وأشكر أيضا شكر أيضا للسيد علي، وشكر أيضا للدكتور محمد الزلفة عضو مجلس شورى سابق كان معنا من الرياض. وفي الختام مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميلة شروق القاسمي، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقي في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله وحفظه.